هذا إلغاء الاتفاق هو جبن، جبن من أيام أوباما. أوباما لعب لعبته وخلاها لترامب، وترامب والله ما يعرف في السياسة إشي. وإلغاء الاتفاق النووي، روسيا ضد هالشيء هذا وواقفة مع إيران. ونحن ندين العملية هذه. ترامب يعني رئيس فاشل بأمريكا، وكل الأمريكيين بيعرفوا هالحكي والعرب بيعرفوا هالحكي، لكن قدر أنه صار رئيس أمريكا. قبل كل شيء بدي أقول لك أنه بالنسبة لقراره هو مش مفاجئ للناس، هو قرار ما بعرفش إذا كان هو بجوز يكون لصالح أمريكا أو لصالحه الشخصي، أما هو مش لصالح الأوروبيين بالذات ولا صالح لشعوب المنطقة في منطقة الشرق الأوسط. أنا بتمنى أنه يكون هذا القرار يتراجع عنه في المستقبل، أو أنه يكون قرار بس يكون قولا وليس فعلا، ما يكونش فيه وراءه تنفيذات خاصة، أو يكون مسبب لمشاكل وبيكفي الشرق الأوسط من مشاكل. وبتأمل يكون كل هذه الأمور تكون قولا وليس فعلا. هلا لا شك أن هاي القرارات هي لصالحهم، ممكن أنها تشكل أمور إحنا ما بنعرف عنها. هلا إحنا ما بنعرف شو صار خلف الكواليس، ممكن هاي القرارات اللي هم بيطلعوا فيها لحتى تكون كإبر تخدير. لا شك أنه إيران لها دور رئيسي في الشرق الأوسط، ممكن لحتى يبينوا للرأي العام أنه إحنا عم نلغي اتفاقاتنا مع إيران لحتى تقوم بدورها الخفي في الشرق الأوسط. يا سيدي، بالنسبة لإلغاء ترامب، بالنسبة للإيران النووي الإيراني الأمريكي، هذا إشي أول إشي مش مصالح العالم هذا، لأنه هيك بده يترك للناس مشان أنه تكثر اللي كان متوقع انه ما بيكون عنده شيء، انه ما بده يعمل عنده نووي. الان الناس خلص انتهى، كل واحد بده، وهذا شيء غلط على العالم وعلى الكل مش على ناس معينه. يعني هذا قرار غير صح ابدا، لا يمكن هذا العالم كله ينفيه، لانه لا يجب انه يعمل. بالنسبة للنووي لازم انه ينمسك ويسيطر عليه من الدول العالم والدول الكبرى. مبدئيا مش رايحة غير علينا احنا اللي مش عارفين شو الطبخة والشعب الطيب، احنا هذا رايح علينا، احنا رايحين زي ما بيحكوها بين الرجلين. هسا بالنسبة لترامب وقراره اتجاه ايران، احنا بنعرف انه مثلا ترامب وكمان كم من دولة اتجاه ايران وروسيا ودول، اكيد الا ما يكون في مصالح بينهم هدول متعارضة، فقال لك علي وعلى اعدائي فبلغوا اتفاقيات زي غير هيك. على الطرف الثاني، من خلال التطورات بين السعودية وإيران، ممكن تكون موقف أمريكا مع السعودية، عشان تصير ممكن كمان حروب طائفية وقصص هيك بين سني وشيعة. فكلها يعني بالأخير مصلحة ترامب إنه يولع المنطقة، يعني شو له مصلحة غير هيك.